شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط في جلسة نقاشية بعنوان مؤسسات التمويل التنموي في طليعة استثمارات البنية التحتية، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد في جنوب أفريقيا. في كلمتها أشارت المشاط إلى أهمية النموذج التنموي الذي نفذته مصر، مشيرة إلى أن ذلك يعكس التنوع الكبير في النماذج التنموية المطبقة لدى الدول أعضاء البنك. أكد وزير المالية أحمد كوجك أن سياسات المالية تعمل على تشجيع نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية كالطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات. خلال لقاء مع سفير الأمريكية بالقاهرة، لفت وزير المالية إلى أن المنظومة الضريبية ستشهد تطويرا شاملا سيشعر مجتمع الأعمال بثماره على أرض الواقع، حيث يتم إطلاق حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية للإسهام في تحفيز الاستثمار خلال الفترة القليلة القادمة. دعا الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة الجانب الهندي إلى الاستثمار في عدد من القطاعات الهامة في مصر والتي تحظى بحزم من الحوافز الاستثمارية. جاء ذلك خلال لقاء مع رئيسة وكالة الترويج للصناعة والتجارة في حكومة الهند وعدد من كبرى الشركات الهندية الراغبة في الاستثمار في مصر. بحث وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني مع رؤساء جمعيات المستثمرين في المدن الجديدة المشكلات بالمدن سواء في المشروعات الخدمية أو المناطق الصناعية القائمة. أكد شربيني أهمية تعزيز دور جمعيات المستثمرين في المدن الجديدة والتواصل الفعال معهم وإشراكهم في حل المشكلات وتعظيم وتنويع واستدامة مواردها المالية من أجل المشاركة في ضمان استدامة واستمرارية التنمية المستدامة. طلبت تركيا رسميا الانضمام الى مجموعه بريكس والتي تضم الدول الناشئه الكبرى. اوضحت مصادر تركيه ان النظر في توسيع المجموعه قد يخضع للمناقشه خلال قمه مرتقبه في قازان في روسيا خلال اكتوبر القادم. من بين الدول الاخرى التي تتطلع الى الانضمام للمجموعه ماليزيا وتايلاند واذربيجان. أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية أنها قد تغلق عددا من مصانعها في ألمانيا فيما تواجه مجموعة صناعة السيارات صعوبة كبيرة في إدارة التكاليف المتزايدة. قال الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن في مذكرة داخلية طلعت عليه وكالة فرانس بريس أنه في الوضع الراهن لم يعد ممكنا استبعاد إغلاق مواقع إنتاج ومكونات السيارات.